غيب الموت وقبله الإهمال كاتب الكلمات والمطرب بلقاسم بوتلجا، وهو أيضا الذي صنع مجد الراي وساهم في سطوع نجم الشاب مامي والمرحوم حسني وحتى الشاب خالد. ظروفا معيشية مزرية عاشها الرجل بعدما أقعده المرض ونهش جسده ليوار الثرى اليوم في غياب تام للسلطات المحلية وممثلي قطاع الثقافة. مات صغير دمها شبابه، وش نقول لك؟ والناس قال الجزائر تحبه، قاطر الجزائر يعرفوه يحبينا ويحبوه. كان صغير الأواخر سبعين ستينات 67 هكذاك، يعني بدا ودار أشياء اللي دارت كما ميلو دافي كنت، هي دار زيزي، دار زيد الحاكم، دار يعني، وكان يعني في وقتها باع مليون ديسك.